أسعار جنونية خيالية ليس باستطاعة أحد شرائها. يعني اليوم مش رح نعطيكم إحنا أسعار الخضروات والفواكه بشكل تفصيلي كالمعتاد، إحنا رح نعطيكم بعض الأسعار اللي لاقت سعر جنوني، زي مثلا سعر بوكسة الكسى الريحاوي اليوم وصلت 260 و270 شيكل، يعني سعر الكيلو الكسى الواحد 15 إلى 17 شيكل. بوكسة الخيار من 150 ل 170 شيكل، يعني كيلو الخيار لا يقل عن 10-12 شيكل. سعر كيلو ورق للسان 25 شيكل، وسعر البصل الأخضر 25 شيكل، بالإضافة لسعر كيلو الزهر اللي وصل ما يقارب 6 إلى 7 شواكل، مع العلم أنه في الأيام الماضية كان 3 و4 بعشرة. سعر كيلو البندورة العناقيد 12 شيكل، يعني اليوم انباعت على الميزان وزن ما يقارب 8 إلى 9 شيكل. سعر كيلو الباذنجان المحشي ما يقارب 8 إلى 9 شيكل، ومش موجود. سعر كيلو الباذنجان الكلاسيك 10 شيكل. سعر كيلو الباذنجان العجمي 7 شيكل، وايضا مش موجود، يعني الكميه مش موجوده انها تغطي اصلا كافه المحلات. بس بنقول الله يكون بعون الناس، الله يفرجها عليكم. الاسعار فاقت الخيال بسبب المنخفض الجوي اللي احنا مرينا فيه خلال اليومين اللي عدوا، بالاضافه لجشع بعض التجار اللي عندها هذه الاصناف كميات محدوده، يعني اضطر انه يستغل هذا الموجة لكثرة الطلب عليها كونها اكلات شتوية والكل بحب يعني يطبخها ويعملها زي ما انتو عارفين. يسعد كل اوقاتكو والفرج القريب لجميع المواطنين في هذه الاسعار الجنونية، والله يكون بعون الناس.